عناوين التضخم باتت تهيم على عواصم القرار الغربية، ومن بين أبرز خطوات محاولة الحد منها تقديم حكومة جونسون في لندن لأكبر خطة لخفض الضرائب سعيا للحد من تبعات ارتفاع الأسعار. مباشرة أرحب بضيفي من لندن نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، أهلا بك أستاذ نهاد. يعني أنا أعتذر منك مسبقا لأن الوقت قصير نظرا للجدل الذي وقع في الملف السابق، لكن بإجابات مختصرة، يمكن هذه الدعوات جونسون شولز المستشار الألماني ورئيس الأمريكي جو بايدن أن تحدث فرقا، أن تهدئ من الأسعار؟ فقط أولاف شولز يستطيع أن يقتصد استخدام الطاقة ترشيد الاستعمال وتحديد الأولويات، من يستحق أن يستلم كميات كبيرة من الغاز ومن لا يستحق. هذه قابلة للتطبيق، وفي هناك صناعات غير هامة، وهناك صناعات حيوية مثل الأدوية والأسمدة، وكذلك الصناعات الكيماوية التي يحتاجها المواطن، لكن هناك صناعات للتصدير مثل الصلب وغيرها، هذه ربما يمكن إيقاف الغاز عنها وإعطاء الأولوية للمستشفيات وبيوت الرعاية والعائلات خاصة في فصل الشتاء. لكن جونسون سوف لا تجدي، لأنها ستنطبق على 2.2 مليون نسمة فقط، وهناك 27 مليون عامل في البلد، لا 25 مليون سوف لا يستفيدون من هذه الضريبة، وهي ضريبة 13.25% تسمى ضريبة التأمين الوطني، رفع عتبة الاستحقاقات من يدفعها ومن لا يدفعها، لذلك لا أرى أنها ستغير شيئاً على واقع الأرض. أما بايدن هذا يحتاج إلى وقت. يحتاج إلى وقت. طيب إذا تحدثنا، هل يمكن لزيادة الأجور أن تعوض عن زيادة الأسعار؟ لا بالتأكيد لا، لأن التضخم يرتفع مع ارتفاع الأسعار، وندخل ما يسمى سبايرال، أي تستمر في الارتفاع، ولا يمكن. التضخم يتم مكافحته من خلال الأدوات المالية التي يمتلكها البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة بنسبة عالية وتشديد السيولة النقدية في السوق لكي لا ينفق المواطنون أكثر مما يحتاجون. لذلك هناك هذه سياسات نقدية يتولاها البنك المركزي، لا جونسون ولا بايدن يستطيع التغلب عليها فقط بالتغريدات أو بالتصريحات. أنا أشكرك من لندن نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، وأكرر اعتذاري لضيق الوقت. شكرا لك.